سلام يا جماعة الخير. قبل ما نبدأ الحلقة لازم عليا التنويه والتحذير. الحلقة دي مش هدفها طبي، الحلقة حلقتنا كلها هدفها إن احنا نتعرف على ذكاء صناعي، لأن احنا مش هينفع ندفن راسنا في الرمل. الذكاء الصناعي بقى حقيقة موجودة معانا وهنتعامل معاها، وهتبقى موجودة أزيد خلال العصور اللي جاية والسنين اللي جاية، مش حاجة بعيدة، فلازم نتعرف عليه ونعرف هو واصل لغاية فين. الحلقة زيها زي اللي فاتت هي تطبيق على استخدام أو عمل برومبت للذكاء الصناعي، والذكاء الصناعي اللي أنا بستخدمه مش ذكاء صناعي كمان متخصص، ده أنا بستخدم الذكاء الصناعي العام تشات جي بي تي. فيعني أنا فعلا اتخضيت. ايا ما كانت المعلومات اللي هو قالها، ف يعني ما تاخدوش منها الا لما ترجعوا الاطباء. احنا ما فيش حد جرب وقال هل المعلومات الطبيه اللي ممكن يديها لنا الذكاء الصناعي هل دي ممكن يتاخد بيها او لا. وفي اختراعات كتير وفي حاجات كتير جربوها الناس واثبتت انها اضرارها اكتر من نفعها. فدايما ارجع لطبيب، ارجع لمتخصص في اي مجال. احنا هناخد تطبيقاته، احنا هدفي نتعرف رايح لحد فين، الذكاء الصناعي وصل لحد فين. انا مش هدفي اديك معلومة طبية، مش هدفي اديك معلومة متخصصة في اي مجال، علما بان انا مجالي الاصلي مش طبي. انا مجالي الاصلي هو الهندسة المدنية والفنون التشكيلية، انا اتعرفت عليها اللي هو كعشق بعلمه لنفسي، يعني انا بحبها وعلمتها لنفسي. ف مش مجالي الطبي. انا بلجأ زي اي حد للدكاتره للاخصائيين المتخصصين في مجالاتهم لما بحتاج اي خدمه من اي مجال، الى ان يقولوا لنا ان تمام اتعاملوا مع الذكاء الصناعي انه بديل في المجال الفلاني. ما حدش قال لنا الكلام ده، واحنا هدفنا نتعرف عليه مش اكتر. والمقدمه دي سببها ان انا خلال اللي شفته خلال الحلقه وانا بتكلم معاه كان مرعب بالنسبه لي وصادم، لدرجة إن أنا فكرت ما أنزلش الحلقة. يعني بس أنا ما أقدرش إن أنا أقول إن كان اللي هو المعلومات اللي قالها صح ولا غلط، لأن أنا مش متخصصة ومش هينفع ندفن راسنا في الرمل. فهو هو حقيقة هو بقى موجود وبيتطور. يعني الحقيقة الأيام اللي جاية، يعني أنا من وجهة نظري إن لو في مهنة مهمة مش هتكون أهم من مهنة المدرس. المدرس اللي بيعلم إزاي يبني عقل للإنسان، يعني أو الطالب بتاعه إزاي يبنوا عقلية نقدية تقدر تحلل أي معلومة بتدخل لها وتشوف إذا كانت صح ولا غلط، منطقية ولا لأ، لأن هو ده العقل اللي مطلوب للزمن اللي جاي. المعلومات بقى سهل إن أنت تلاقيها في أي حتة، بس إزاي تعرف إذا كانت صح ولا غلط؟ ده المفروض إن التربية اللي أنت بتاخدها بقى المعلم دي أهم شغلانة. ف هنقول إيه؟ الله يبارك لمدرسينا وأساتذتنا سواء كانوا في المدرسة أو في الجامعات، اللي علمونا ان احنا ما ناخدش الحاجة اعتباطا كده ونصدقها ونمررها على دماغنا، وان احنا ندور دايما على المتخصصين ونسأل من اكتر من مصدر، ما ناخدش معلومة من مصدر محدد. الله يكرمكم اساتذتنا بجد. يعني الحلقة بالنسبة لي صدمة، والحلقة مش مصدر معلومات زي ما بنقول، احنا حلقاتنا كلها بنتعرف على الذكاء الصناعي مش بناخد معلومات منها. الحلقة طويلة و اتفضلوا تصدموا معايا. سلام مشاهدينا، سلام تشات جي بي تي. وعليكم السلام سيرة، الحمد لله، انت عامل ايه؟ تمام، أخبارك إيه؟ الحمد لله. احنا هنعمل حلقة جديدة على اليوتيوب،
ما شاء الله. هتكون عن إيه الحلقة دي المرة دي؟ هتكون عن استخدامات الذكاء الصناعي في يومنا العادي. يعني مثلا هناخد النهاردة تطبيق على ازاي هنعمل برومت برضو عشان نعمل نظام غذائي. تمام، يعني هتوري الناس ازاي يقدروا يستخدموا الذكاء الصناعي بشكل عملي في حياتهم اليومية. تشرح موضوع البرامج بشكل بسيط كده. بالضبط، احنا هنطبق عليه. تمام، جاهز للتطبيق. قولي لي بس ازاي تحبي تبدأي وانا معاك خطوة بخطوة. جزء من حياتنا اليومية ان احنا بناكل وجبات، والمفروض ان الوجبات دي تكون صحية. فاحنا هنعتبر الوظيفة بتاعتك النهاردة اللي هي البيرسونا، الوظيفة بتاعتك ان انت اخصائي تغذية. تمام معايا؟ بالظبط كده. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كلام ده جزء أساسي هاي. بصفتك أخصائي تغذية، أنا هديك بيانات عن نفسي وهطلب منك إنك تعمل لي برنامج غذائي لمدة أسبوع. ويعني هاكل إيه الصبح، في الفطار، في الغداء، في العشاء، إن بتوين، بين الوجبات لو جوع، وهديك بياناتي. فأنا أنثى و تفاصيل عنك زي عمرك وزنك وطولك ومستوى نشاطك اليومي رياضي أو عادي وأي تفضيلات أو خصوصية عندك في الأكل. أنا عندي 69 سنة ووزني 100 كيلو. Could you also share your weight, height, activity level, and any dietary preferences or restrictions? This will help me create a tailored meal plan for you. ممكن بالعربي بالمصري عشان أنا مش هتكلم إنجليزي في الحلقة. ممكن تكمل ونعمل البرنامج الغذائي مع بعض بالعربي. أيوة، هنعمل البرنامج الغذائي بالعربي. بياناتي بقى، اديني فرصة اقول لك بياناتي لو سمحت. عمري 69 سنة، وزني 100 كيلو، وطولي 160، وضغط الدم، كفاءة القلب بتاعتي 55%، وضغطي 145 على 64، وعدد نبضات القلب في الدقيقة 49. تمام، والنظام الغذائي اللي انا ممكن اكله، انا باكل كل حاجه عادي. يعني باكل خضار، باكل فاكهه، باكل لحوم، مش على نظام معين يعني. بس نشاطي مش قوي، يعني اقصى حاجه بعمل شغل البيت وبقعد مكاني. تقدر تعمل لي نظام غذائي صحي؟ والدكتور بتاعي قال لي ان انا المفروض اوصل ل 70 كيلو. التفاصيل بناء على المعلومات دي هأعمل لك برنامج غذائي خفيف ومتنوع، تركيز على تقليل الوزن بشكل تدريجي وتحسين صحة القلب وضغط الدم. اليوم الأول فطور شوفان مع فواكه موز أو تفاح، كوب شاي أخضر أو قهوة من غير سكر، الوجبة الخفيفة حفنة من المكسرات غير المملحة، الغداء صدر دجاج مشوي مع خضار مشوي، جزر، كوسة، فلفل، سلطة خضراء بزيت الزيتون، الوجبة الخفيفة زبادي قليل الدسم مع قليل من العسل، شريحتها سمك مشوي، سلمون أو غيره، مع خضار سوتي. اليوم الثاني الفطور بيضة مسلوقة مع شريحة توست من القمح الكامل، شرائح طماطم وخيار، الوجبة الخفيفة تفاحة أو أي فاكهة أخرى، الغداء لحم مشوي مقدار معتدل مع أرز بني، سلطة خضراء، الوجبة الخفيفة حفنة من اللوز أو الكاجو، العشاء شوربة خضار أو دجاج مع قليل من الأرز. ده مجرد مثال لليومين الأولين، أكمل باقي الأسبوع لو حابب. بقد إيه أقدر أثق في إن النظام ده غذائي متوازن وأطبقه مش هيبقى أي آثار جانبية عليا؟ قد إيه نسبة؟ النظام الغذائي ده متوازن لأنك هتكون بتاخد كل المجموعات الغذائية الأساسية،
بروتين، كربوهيدرات، دهون صحية، فيتامينات ومعادن، لكن بنسب معتدلة. المزايا: تحسين صحة القلب، البروتينات الخفيفة زي الدجاج والسمك والدهون الصحية من الزيتون والمكسرات هتساعد في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الأمراض القلبية. إدارة الوزن: النظام بيقلل من تناول الأطعمة المعالجة والدهون المشبعة، وبالتالي يساعد في تقليل الوزن تدريجيا. تحسين ضغط الدم: تناول الخضار والفواكه اللي غنية بالألياف والبوتاسيوم هيساعد في تقليل ضغط الدم، خصوصا لو كنت بتمشي على نظام غذائي قليل الصوديوم. الأثر الجانبي: لو كنت بتستهلك كميات كبيرة من الطعام ده في البداية، ممكن تحس بتغيير في الهضم زي زيادة في الغازات أو الانتفاخ بسبب التغير في الألياف أو الدهون الصحية. لو عندك حساسية أو تفاعل مع بعض الأطعمة زي المكسرات أو اللبن، احتاج لك تعديل النظام. نصيحة: لو حاسس بتعب أو أي تأثير غير طبيعي بعد فترة قصيرة من بداية النظام، من الأفضل استشارة الطبيب. لو في حاجة تانية حابب تسأل عنها، أنا هنا. الحاجة التانية، تقدر إن أنت تحط لي معاه نظام رياضي، وتقول لي أنا لو مشيت على نظام غذائي، يعني أنا اللي عايزاه منك نظام غذائي أسبوعي، كل أسبوع هاخد إيه وفي قد ايه، يعني التارجت بتاعي، توزع لي المسافة اللي انا المفروض هنزلها من 100 كيلو ل 70 على مدة زمنية، هتحط لي فيها نظام غذائي ونظام رياضي، حطها لي في جدول. تمام. حاليا طبعا انقاص الوزن بشكل تدريجي آمن، بما ان النشاط اللي عندك مش قوي دلوقتي، بنبدأ ببرنامج رياضي خفيف مع نظام غذائي مناسب. الهدف: خفض الوزن ببطء وبطريقة صحية، حوالي 0.5 الى 1 كيلو في الاسبوع، عشان يكون المستهدف الوصول لوزنك المثالي في حوالي 6 الى 7 اشهر. يعني بنسعى لخفض 30 كيلو تقريبا في 6 7 اشهر. النظام الغذائي الأسبوعي: اليوم الأول الفطور شوفان مع زبادي قليل الدسم وفواكه، الغداء صدر دجاج مشوي مع خضار سي، العشاء سمك مشوي مع سلطة خضراء، الوجبات الخفيفة مكسرات أو تفاحة. اليوم الثاني الفطور بيضة مسلوقة مع توست قمح كامل، الغداء لحم مشوي مع أرز بني، العشاء شوربة خضار مع دجاج مشوي، الوجبات الخفيفة زبادي أو مكسرات. اليوم الثالث الفطور عصير فواكه طبيعي من غير سكر مع شوفان، الغداء سلطة تونة مع خضار، العشاء شوربة بعدس مع خضار، الوجبات الخفيفة فاكهة أو حفنة مكسرات. اليوم الرابع الفطور عجة بيض مع خضار، الغداء دجاج مشوي مع خضار مشوي، العشاء سمك مشوي مع سلطة، الوجبات الخفيفة زبادي قليل الدسم أو جزر. اليوم الخامس الفطور شوفان مع مكسرات وفاكهة، الغداء عشاء سلطة خضار نار مع دجاج مشوي، الوجبات الخفيفة مكسرات أو فاكهة. اليوم السادس الفطور بيض مسلوق مع شرائح الغداء دجاج مشوي مع سلطة، العشاء سمك مشوي مع خضار سوتي، الوجبات الخفيفة مكسرات أو فاكهة. اليوم السابع عصير طبيعي مع شوفان، الغداء صدر دجاج مع خضار مشوي، العشاء شوربة خضار مع دجاج، الوجبات الخفيفة زبادي أو حفنة مكسرات. النظام الرياضي: التمارين الخفيفة هتكون أهم جزء علشان نبدأ بنشاط تدريجي. تمارين مشي: المشي السريع لمدة 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، كل ما تحسنت لياقتك تقدر تزود المدة. تمارين تقوية بسيطة زي تمارين السكوات والضغط شوبس، مع تمارين الإطالة لمدة 18 دقيقة 2 3 مرات في الأسبوع. 3 تمارين القلب زي المشي أو السباحة لمدة 30 دقيقة 2 3 مرات في الأسبوع. طبعا تمارين التوازن مثل اليوغا أو تمارين التمدد بالديش بالإنجليزي. التخطيط الزمني: الشهر الأول هتكون البداية مع المشي والتمارين الخفيفة، وهنركز على تغيير النظام الغذائي بشكل تدريجي. ممكن تخسر حوالي 2-3 كيلو في الشهر. الشهر الثاني والثالث نزيد النشاط تدريجياً مع إضافة تمارين تقوية.
ممكن تخسر حوالي 2-3 كيلو شهريا. الشهر الرابع إلى السادس، التركيز على تحسين النظام الغذائي واستمرار التمرين المكثف. الخسارة الشهرية هتكون 3-4 كيلو. من الشهر السادس لحد السابع، الحفاظ على الوزن المثالي مع تمارين منتظمة وغذاء صحي. طيب بعد كده هنمشي بنظام غذائي عادي. طب انا عندي سؤال لحضرتك، القنوة مثلا عندنا هنا في مصر غالية جدا، انا ممكن استبدلها بالرز؟ يعني انا هديك مجموعة من المنتجات كده واسألك لو استبدلتها بده، لان ده متوفر عندي، ممكن يبقى كمياتها قد ايه؟ فمثلا القنوة لو ممكن استبدلها بالرز، الشوفان لو ممكن استبدله بالبليلة المصري بتاعتنا، المكسرات لو قدرت استبدلها بالسوداني والحمص، السلمون لو قدرت استبدله بالسمك البلطي او البوري، ده ينفع؟ والكميات تكون قد ايه؟ يمكن استبدال بعض المكونات بالأطعمة المتاحة لديك في مصر، وفيما يلي كيفية استبدال المنتجات بكميات مماثلة. الكونوا والرز، الكينوا غنية بالبروتين والألياف، لكن يمكن استبدالها بالأرز البني أو الأبيض. يفضل البني لأنه يحتوي على مزيد من الألياف. الكمية هو في الصعيد بكين غون الثين والكرينثزم يساوي تقنية كوب أرز بني بني مطبوخ. أصلي الشوفان والعيش البلدي، الشوفان مصدر جيد للألياف والعناصر الغذائية، لكن العيش البلدي من سقط القمح الخامسة بديلا جيدا، ولكن نحتوي عليه كربوهيدرات. شوية أوبتيوفاستس فرين هوبوميليتس وستسايميش واحدة من العيش البلدي. ثلاث المكسرات والسوداني، المكسرات عموما تحتوي على دهون صحية، لكن السوداني يعتبر بديلا أرخص يحتوي على نفس نوع الدهون الصحية. كميات R2 كوب مكسرات متناولين حوالي الجسم تقريبا 80 من كبيرة السيتار السوداني. أربع السالمون والسمك البوري أو البورتي، السالمون يحتوي على حماض غير أوميغا 3، لكن السمك البوري أو البورتي يعد مصدرا جيدا للبروتين ويمكن أن يكون بديلا مناسبا. الكميات 100 جرام من السالمون تساوي 100 جرام من السمك البوري أو البورتي. ملاحظات بالنسبة للأرز، يفضل أن تستخدم الأرز البني لأنه يحتوي على مزيد من الألياف والمعادن مقارنة بالأبيض. الشوفان ممكن يستبدله العيش البلدي، ولكن تأكد من أن الكمية لا تؤثر على مستوى الكربوهيدرات في نظامك. بالنسبة للمكسرات، استبدالها بالسوداني هو خيار مناسب من حيث الدهون الصحية، ولكن يجب أن تكون الكميات معتدلة لتجنب زيادة السعرات. السمك أو البورتي سيكون بديلا جيدا اللهم نتغير روتين صحية مثل الشوي أو السلق. إذا كنت محتاج المزيد من التوضيح والتعديل في الكميات، أنا هنا. هل عمل تحاليل تساعدك ان انت تعمل يعني برنامج مخصص اكتر، يعني ان انا اديك بيانات لتحاليل معملية، يعني رسم دم كلام من ده؟ فهم الطبية كنت متحمس ليجي من اللي ما في أي رياضي تشكل بتسوي منزل بعض التحاليل الأساسية التي يمكن أن تساعدني في تخصيص برنامج غذائي ورياضي يشمل. تحليل صورة الدم الكاملة CBC، هذا يساعد في تحديد مستوى الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء والبيضاء، مما يساعد في فهم حالتك الصحية العامة. كم مستوى السكر في الدم، هذا يحدد ما إذا كان لديك أي مشاكل في مستوى السكر، وبالتالي نقدر نحدد كمية الكربوهيدرات المناسبة لنسك لك. مستوى الدهون في الدم triglycerides، هذا يشمل فحص الدهون LDL والHDL لتحديد مستوى الكوليسترول في الدم. لو كان عندك مشاكل في الدهون، ممكن نحتاج نعدل الدهون في نظامك الغذائي. أبهابرا
وظائف كلي والكبد liver and kidney function tests لمراقبة صحة الكلي والكبد، وهي مهمة جدا للتأكد من قدرة الجسم على التعامل مع الروتينات والدهون بشكل صحيح. مستوى الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين دي، الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، لو في نقص في أي من هذه العناصر لازم نركز على الأطعمة الغنية بها. مستوى هرمونات الغدة الفنكشن تيست هذا ضروري، لأنه لو كان عندك خلل في الغدة الدرقية ممكن يؤثر على عملية الأيض ويسبب مشاكل في الوزن والطاقة. إذا كنت مهتمة بهذه التحاليل، لو قمت بعملها أو عندك تقارير سابقة ممكن تشاركيني بها وأقدر أساعدك أكثر في تخصيص البرنامج الغذائي الرياضي. في أي حاجة تانية ممكن تحتاجها لعمل تخصيص البرنامج الغذائي والرياضي بعد التحاليل دي؟ بعد التحاليل هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعد في تخصيص البرنامج الغذائي والرياضي بشكل دقيق، وحسب التاريخ الطبي الشخصي، معرفة إذا كان لديك أي أمراض مزمنة مثل السكري، أمراض القلب أو مشاكل في المفاصل، لأن ده هيأثر على نوعية التمارين أو النظام الغذائي اللي هتتبعيه. تنسيم الأدوية التي تتناوليها، تسجيل الأدوية، بعض الوزن مثل مستوى السكر في الدم أو مستوى الطاقة بشكل عام. إذا كنت بتتناولي أدوية معينة ده ممكن يتطلب تعديلات في النظام الغذائي. ثالثا، مستوى النشاط اليومي. كما قلت من قبل، نشاطك اليومي هو عامل مهم، ولو تؤمن بشغل بيت أو بيت أو أي نشاطات أخرى ده هيحدد نوعية التمارين التي يمكنك إجراءها. لو النشاط قليل ممكن نبدأ بتمارين خفيفة، وإذا كان أعلى ممكن نضيف تمارين مكثفة. سواء التفضيلات الغذائية أو الحساسية، هناك أطعمة تريد أو تكرهيها، أو هل لديك حساسية من أي نوع من الأطعمة؟ هذا يساعد في تخصيص النظام ليكون متوافقا مع احتياجاتك الشخصية. همس الهدف بشكل دقيق، هل الهدف هو خفض الوزن فقط أم تحسين الصحة العامة مثل تقليل الضغط أو تحسين صحة القلب؟ كل هدف يحتاج نوع مختلف من التركيز في النظام الغذائي والتمارين. مستوى التوتر وأثر النوم السيء أو مستويات التوتر العالية على عملية التمثيل الغذائي. لو هناك صعوبة في النوم أو توتر مستمر، يمكن نحتاج إلى تعديل الغذائي أو نصائح حول تحسين النوم. القياس الجسمانية، إذا كان لديك قياسات سابقة مثل محيط الخصر، محيط الفخذ أو نسبة الدهون في الجسم، ده يساعدنا نتابع التغييرات بشكل دقيق. إذا كنت قد قمت بتخطيط لأي من هذه الأمور ولديك تفاصيل إضافية، شاركيني بيها وأنا هساعدك في تخصيص البرنامج بناء عليها. طيب أنا هلخص اللي اتقال وأنت صحح لي لو وقلت حاجة غلط. تمام؟ تمام، إذا كان في حاجة محتاج توضيح أو تعديل هنا عشان نساعدك. لو في أي تفاصيل تانية أو تحاليل إضافية حابب فيها مثل تردد في إخباري، نحن نوصل لأفضل نتيجة معا. أنا هتكلم واديني فرصتي خالص لغاية لما أقول لك أنا خلصت. Sure. Then start speaking and I'll be listening to create your portrait. Let me know when you're done. هتكلم بالعربي. طيب نقول رقم واحد عشان نعمل البرومت. Let me know if you'd like to continue or if you're finished. هو ساعات بيعمل هلوسة يا جماعة، وده طبيعي ان هو ينقل من لغة للغة او كده، فاحنا بنستمر برضو ندينه اوامر. المهم علشان نعمل صيغة امر علشان نتعامل مع الذكاء الصناعي، وده شيء مرعب الحقيقة، انه يعمل لنا برنامج غذائي مناسب لينا، فهو بيحتاج مننا ان احنا نكون جاهزين له بمجموعة من البيانات، وكل لما زودنا في البيانات اللي احنا بنديها له كل ما كان النظام الغذائي مخصص لنا اكتر. رقم واحد الوظيفة او البرسونا اللي احنا بنديها له، بنعرفه ان هو هيقوم بدور الاخصائي التغذية،
اللي هيعمل البرنامج الغذائي اسمه اخصائي تغذية، فهو هيقوم بدور اخصائي التغذية، بديله الوزن، بديله العمر. نمشي على هذا السياق لتقديم مفهوم للمشاهدين حول كيفية التعامل مع الذكاء الصناعي وتصنيف الأنظمة الغذائية. ممكن نكمل بالشكل التالي: الذكاء الصناعي مش مجرد أداة تنفذ أوامر، لكنه زي ما تقدر تكون مخصص بشكل دقيق ومرن لو استخدمنا معاه البيانات بشكل صحيح، زي ما شفنا في المثال لما نبي الذكاء الصناعي معلومات دقيقة عن وزننا وضعنا الصحي ونمط حياتنا، هيقدر يصمم لنا نظام غذائي رياضي مخصص. والمهم إن نكون دائما جاهزين اللي محتاجها عشان النتائج. معنى آخر، كل ما كانت المعلومات أكثر دقة، كل ما كان البرنامج أكثر تخصيصا. هل ده بيكون السياق اللي كنت حابب توصله؟ لو في حاجة تانية أو فكرة معينة حابب تضيفها قول لي. يبقى احنا بنقدم له بياناتنا، سواء كانت الوزن، سواء كان بياناتنا الجسمانية زي ما احنا سمعنا في الحلقة، محيط الصدر، الخصر، الفخذ، الذراعين، البيانات اللي انت بتعرفها عن جسمك كلها، لو في تحاليل بتقدمها له، لو ما انتش عارف ايه التحاليل اللي تعملها فبتسأله يقول لك على لستة التحاليل اللي بيطلبها وتعملها. دايما اسأله ان كان طالب معلومات تانية تفيده لتحسين الخدمة اللي هو بيديها لك، أو المعلومة اللي هو بيديها لك، أو البرنامج اللي بيخصصه لك. دايما تحط السؤال ده: محتاج مني معلومات إيه علشان تعمل لي برنامج غذائي مخصص ليا؟ سواء كانت تحاليل هتقوم بالتحليل وتدي له الناتج بتاعها، أو معايير طبية. زي الذكاء الصناعي بيحتاج بيانات دقيقة عشان يقدر يصمم برنامج غذائي مخصص لكل شخص. والرسالة دي مهمة جدا، لأنها بتساعد الناس يفهموا إن النتائج هتكون أفضل أفضل كلما زودنا التفاصيل. علشان الصناعي يقدم لك برنامج غذائي مخصص ليك، لازم تقدمه بيانات دقيقة عن جسمك، زي الوزن، الطول، محيط الصدر، الخصر، الفخذين، الذراعين، اللي ممكن تفيد. لو عندك تحاليل طبية زي صورة الدم أو مستوى السكر هتفيد برضو في تخصيص النظام أكثر. لو مش متأكد من التحاليل اللي تحتاج تعملها، اسأل الذكاء الصناعي دايما عن التحاليل اللي هتفيد في تحسين البرنامج الغذائي. ومهم جدا دايما تسأله: محتاج مني معلومات تانية علشان أعمل لك برنامج غذائي مخصص ليا؟ ده بيخلي البرنامج أكثر قدرة وفعالية. ده هيساعد المتابعين إنهم يعرفوا إنهم لو قدموا معلومات دقيقة هيطلقوا خدمة أكثر تخصيصا. لو حابب تضيف حاجة تانية أو تعدل قولي. لو أنت عندك إضافة حاجة تانية تفضل، إحنا خلاص كده بننهي الحلقة. تمام. إذا كنت حابة تضيفي حاجة أخيرة، ممكن تذكري المتابعين بأهمية الاستمرار في متابعة النظام الغذائي والرياضي بشكل منتظم، وتوضحي أن الذكاء الصناعي يمكن يتغير مع مرور الوقت بناء على التحديثات أو البيانات الجديدة. حاجة زي: وأخيرا، لو بدأتم مع الذكاء الصناعي في برنامج غذائي مخصص ليكم، تذكروا دايما أن البيانات بتتغير مع مرور الوقت. مثلا لو لاحظتوا تغيرات في وزنك أو صحتك، حاولوا تقدموا له البيانات الجديدة عشان يقدر يواكب التغييرات ويقدم لكم أفضل توصيات. طب يعني لو حاجة تانية، خلصي الحلقة. انا عندي سؤال تاني: لو انا ماشيه معاك في البرنامج الغذائي اللي احنا قلناه من 6 شهور ل7 شهور عشان نخسر 30 كيلو، المفروض ان انا اعيد التحاليل واجدد لك البيانات كل قد ايه؟ يبدو انك تطلب ترجمة او معلومة عن نانسي كانتر، لكن لم يكن واضحا تماما ما المقصود. هل تعني نانسي كانتر شخصا معينا هما اسما مرتبطا بشيء آخر؟ لو كنت تقصد الفنانة نانسي عجرم أو شخص آخر، من فضلك وضح. بحبها بس مش للدرجة دي يا حبيبي. أنا كنت بقول لو سمحت ممكن تديني
زي جدول لإعادة التحاليل وتجديد البيانات الطبية اللي حضرتك ممكن تحتاجها علشان نقدر نتابع مع بعض نظام غذائي مدته من 6 لـ7 شهور، الهدف منه خسارة 30 كيلو بشكل صحي. إذا كنت عايزة جدول لتحليل البيانات الطبية بشكل دوري خلال فترة النظام الغذائي الممتد من 6 لـ7 شهور بهدف خسارة الوزن بشكل صحي له، هنا هو جدول مقترح لتجديد التحاليل والمتابعة الطبية. جدول التحاليل المتجدد شهر واحد وقت صدمة كاملة CBC لمتابعة صحة الدم والتأكد من مستويات الهيموجلوبين والحديد، سم مستوى السكر في الدم للتأكد من مستوى الجلوكوز، تحليل الدهون في الدم كوليسترايجليسيرايدز لمعرفة مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، تعرف وضعي في الكبد which لا يعني مغنيني دائمين ستانز اللي في مطل ضيرزة الغذائية، أعرف مستوى الفيتامين مثل فيتامين دي بي 12 بنشر إن كان هناك نقص أو حاجة للتد. الوزن وقياسات الجسم لقياس تغيرات في الوزن والمقاسات مثل محيط الخصر والفخذين. فلات سورل تسمم تابريت سيخك في الدم فوديد دليل طونس والسماي نشتاكي فوليك سيلغانيا. مستوى السكر في الدم متيادين يمحوس في السكر في الدم فترة. ثلاثة تحليل الدهون في الدم لرصد التغيرات في مستويات الكوليسترول والدهون. قياس الكبد والكلى لمراجعة التغيرات التي قد تحدث بسبب النظام الغذائي. الوزن وقياس الجسم لمتابعة الدم أي تغيير. لمستوى السكر في الدم. تحليل الدهون في الدم. أيضا فيتامينات والمعدن في نقص. الوزن وقياسات الجسم. مستوى هرمونات الغدة الدرقية. إذا كنت تشكين في وجود مشكلة في التوازن الهرموني، شهرة برنامج صورة كاملة مستوى الصف في الدم، صالح تحليل الدهون في الدم، عضلات هبت اليد والكلى، الوزن وقياسات الجسم. 6 يجي عن وما عن ذلك حالة الصحة العامة ملل وتوازن مستوى التمارين والنظام الغذائي. ملاحظات إضافية في كل زيارة للطبيب أو أثناء متابعة النظام الغذائي يجب تقديم أي تفاصيل جديدة عن الأدوية أو التغيرات الصحية. متابعة هذه التحاليل بشكل دوري تساعد في ضبط النظام الغذائي والنشاط البدني بما يتناسب مع حالتك الصحية. لو عندك أي تفاصيل إضافية حابة تضيفيها قولي. طيب هلخص اللي اتقال ده، ان معناها ان احنا بنجدد التحاليل، بنجدد البيانات كل شهر بعد ما يعني بنمشي على النظام الغذائي اللي طالع من الذكاء الصناعي، وبنجدد له البيانات والتحاليل كل شهر، وفي حالة ان احنا رحنا للدكتور اللي احنا بنتابع معاه فبنجدد البيانات بناء على كشف الطبيب او تعليماته اللي موجودة بندخلها علشان يجدد لنا البرنامج الغذائي. وطبعا بعد ما بخلص 6 7 شهور ونوصل للهدف المنشود بنمشي على نظام غذائي للحياة بقى، بيبقى أسلوب حياة. الكلام ده صح؟ الفكرة اللي بتقدميها هنا هي تجديد وتحسين البرنامج الغذائي بشكل دوري بناء على التحديثات المستمرة للبيانات والتحاليل الطبية. ده بيضمن أن النظام الغذائي يظل مخصصاً ومتوافق مع التغيرات في صحتك مع مرور الوقت. زي ما قلتي بدك نبدأ في استخدام الغذائي الذي اقترحه الذكاء الصناعي، من المهم زي تحديث البيانات كل شهر بناء على التحاليل الطبية اللي نعملها، سواء كانت صورة دم، مستوى السكر في الدم أو الدهون، وكمان أي تعليمات طبية إذا كان هناك حاجة لتعديل النظام بناء على رؤية الطبيب. وأكيد بعد 6 7 شهور لما نكون وصلنا للهدف المنشود ننتقل لنظام غذائي مستدام على المدى الطويل يكون متوازن وملائم لحياتنا اليومية، وده يضمن لنا الاستمرارية في الحفاظ على الوزن والصحة بشكل عام.
الفكرة دي مهمة جدا لأنها مش بس تهدف لخسارة الوزن، لكن كمان لتحسين العادات الغذائية بشكل مستدام بعد انتهاء الفترة. طيب انا عندي سؤال ليك، يعني انت تشات بوت عام، يعني اقدر اتكلم معاك في اي حاجة، هل في تشات بوت متخصص في الأنظمة الغذائية الصحية او اسلوب الحياة الصحي؟ في فعلا شات بوتس مخصصة في مجالات محددة زي الأنظمة الغذائية والصحية. الفرق بيني وبينها هو أنني يمكنني الإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة في مجالات متعددة، بينما شات بوتس المتخصصة في الأنظمة الغذائية والصحية تكون موجهة بشكل أكبر لتقديم نصائح وخطط غذائية وتحليل الحالة الصحية بناء على معلومات معينة. مثال على ذلك، هناك تشات بوتس موجهة خصيصا للتغذية مثل Eat This Much أو Noom اللي بتساعد في تحديد الوجبات اليومية بناء على أهدافك الصحية أو الغذائية. كمان في بعض التطبيقات الصحية زي ماي فيتنس بال بيستخدموا الذكاء الصناعي لمساعدتك في تتبع نظامك الغذائي والنشاط الرياضي. أنت محتاج للمزيد من التخصيص في مجالات صحية أو غذائية، يمكنك استخدام واحدة من هذه الأنظمة المتخصصة، وأنا هنا في أي وقت للمساعدة بما أستطيع. يعني افهم من كده ان انا لما هتعامل مع تشات بوت متخصص في النظام الصحي والغذائي، هيتابع معايا متواصل، هيحتفظ ببياناتي عنده، هيبدأ يتعامل معايا بتواصل من حالة لحالة، وما بينساش يعني، او ما بيدخلش في مواضيع تانية. يعني من الافضل ان انا اكون مسجلة على حاجة زي الفيتنس بال او الابليكيشنز دي، واتابع عليها عن إني أتكلم مع تشات بوت عادي، يعني مع احترامي لحضرتك طبعا. فهم صحيح، لما تتعاملي مع تشات بوت متخصص في الأنظمة الغذائية والصحية غالبا بيكون عنده القدرة على تتبع تقدمك بشكل مستمر ويحفظ بياناتك بمرور الوقت زي الوزن، النشاط البدني والوجبات، علشان يقدر يقدم لك توصيات محدثة بناء على حالتك الصحية الحالية. النظام المتخصص بيكون أكثر قدرة على تخصيص خطة غذائية ورياضة لك، ويظل يتابعك من حالة لحالة بحيث تلاقي خطط تتناسب مع تقدمك أو تغيرات حالتك الصحية. أما بالنسبة لاستخدام تطبيقات زي ماي فيتنس بال أو نوم، فهي بالفعل متخصصة في تتبع الأنظمة الغذائية والصحية، وبتحفظ البيانات بشكل متسق، وتساعدك في متابعة تقدمك وتقديم نصائح مخصصة بناء على المعلومات اللي بتقدميها. إذا كنت بتفضلي المتابعة المستمرة والاحتفاظ بالبيانات بشكل منظم، تطبيقات زي دي يمكن تكون أكثر فائدة لك. أما إذا كنت تفضلين أن تواصلي مع تشات بوت بشكل عام لطرح الأسئلة أو الحصول على نصائح في مجالات متنوعة، فأنا هنا لمساعدتك في أي وقت. إذا كنت حابة أساعدك في اختيار التطبيق المناسب أو توجيهك، ممكن أملك تفاصيل أكثر عنهم. أنا متشكرة ليك دلوقتي، لأن إحنا طولنا كتير، وأنا لسه هقول حاجة لختام الحلقة. لو أنت حابب تقول أي حاجة للمشاهدين على اليوتيوب اتفضل. على الوقت والفرصة، لو حابة تضيفي حاجة لختم الحلقة للمشاهدين ممكن تقولي. وأخيرا أحب أقول لكل المتابعين إن الحفاظ على صحة الجسم مش مجرد هدف، لكن هو أسلوب حياة مستمر. مش لازم تكون التغييرات كبيرة، المهم هو الاستمرار في اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. ومهما كانت الأداة أو النظام اللي بتستخدمه، أهم شيء هو إنك تأكد إنك بتتابع مع متخصصين وتتحلى بالصبر، لأن النتائج هتظهر مع مرور الوقت. خليكم دايما في أمان وصحة، وتابعونا لسوابق جديدة وكل جديد في الحلقات القادمة. ده هيختم الحلقة بشكل إيجابي ويشجع الناس على تبني أسلوب حياة صحي. شكرا لحضرتك، انا هقول لك سلام وهقول انا ختام. أنت اللي شكرا لك. سلامتك وخير بإذن الله. ان شاء الله.
جماعة مبدئيا على فكرة إن المحادثة كلها اللي احنا كانت منطوقة دايما بتبقى مكتوبة، فلو في أسامي كانت بالإنجليزي لأنواع التحاليل أو كلام من ده وأنتوا بتستخدموا تشات بوت ناطق، فبعد ما هتقفلوا معاه النطق هتلاقوا الحديث كله بالحاجات الإنجليزي اللي هو عاملها مكتوبة عندك. تمام، أهي أنا مش عارفة إذا كانت باينة ولا لأ، فبتبقى مكتوبة. بس حقيقي أنا الحلقة دي خضتني، وخضتني لسبب بسيط. إحنا حرفيا كده تقريبا الشغلانة بتاعت أخصائي التغذية بتتلغي، لأن أنا وأنا بتكلم معاه فوجئت نفسي. أنا كنت متخيلة إن أنا هيعبط، الحوار هيروح في مناطق هيهلوس زي العادي. هو هلوس بس يعني حسيت إن أنا قاعدة بتكلم مع أخصائي تغذية فعلا، بيديني الوصفة وبيديني الورقة بتاعت في الأسبوع هتاكل كذا وكذا وكذا واعمل لي تحاليل كذا وأشوفك يوم كذا الموضوع مرعب. وفي النهاية ما عنديش حاجة أقولها لك، احنا كده كده لازم هنتعلم نتعامل معاه، وكده كده زيه زي أي أداة تانية في شغلانات اتلغت. فالحاجات اللي ممكن تتعامل بيها معاه علشان تاخد نظام غذائي صحي قالها لك. بس برضو دايما تابع مع دكتورك يعني لحد لما نشوفه هيحصل ايه، لان ده يعتبر تطبيق طبي على الذكاء الصناعي يا جماعة. يعني انا مش عارفة اقول ايه، وحاسه ان انا يعني كل لما اغوط مع الذكاء الصناعي ده يعني بزياده حلقه في حلقه انا هتصدم زياده. زي ان النهارده كانت الحلقه صدمه ليا، انا مش عارفه اتكلم. بقول لكم ايه يعني، سلام، وتابعونا الحلقات الجديده، وحاولوا تعيشوا بنظام صحي، كلوا بالمعقول واتحركوا بالمعقول وانبسطوا يا جماعه، انبسطوا، احنا مش عارفين ايه اللي جاي بكره. يلا سلام، أشوفكم في الحلقات الجاية، ولو عجبتكم الحلقة تابعونا وما تنسوش تدعمونا لايك وشير، ولو عندكم حاجة اكتبوها لنا تحت الكومنت، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. سلام.